ممكن أعطيكم بس الأجوبة صراحة، بس ما أقدر يعني ما أقدر أعطيكم الشرح مالها أو حتى الأجوبة. أنا راح أكون يعني من عندي، أنا من يمي يعني متجاوز هذا الموضوع، فيعني أشوف شلون تقبل ما تقبل، أخاف يعني شو اسمه، يعني أنا ما قلت لها بصراحة ليش أكذب عليكم، ما يعني ما استأذنتها، بس راح أرد لكم مثلا أشوف. نعم تفضل دكتور راغد، ما عندها مشكلة بالأسئلة أصلا، جت في تنطينا إياها بس استأذن من عندك. الله ماكو مشكلة. إذا هسا هاي قدامكم، وبالنسبة لي من نوصل للأسئلة مالتنا خمسة من 26 وجو أعطيكم حتى بعض الأحيان اللي جوا إيدي وين موجودة بالكتاب أيضا، حتى الشرح مالها يعني اللي تردوه أو أنا أشرح لكم الجواب مالها وأنتم تبقيمكم. هسا نبدي الآن بالجواب السؤال الأول، how does يعني food move through your digestive tract. أكبرها شوي لأنه مدى أقرأ زين هاي الشكل. طبعا الجواب الصحيح مالته باي يسموه ويف لايك مسل كونتراكشن، يعني الطعام من يدخل وين شلون يروح بالويف لايك. الجواب بي، اذا الجواب هنا هو جواب بي. الفيزيولوجيكال اكشن اوف كوليسايتوكاينين شو يشمل على شنو؟ يشمل ان الجواب الصحيح على الانكريز انزيم سكريشن فروم ذا بنكرياس. هو من اسمه كوليسايتوكاينين، من شغله وين؟ شغله على البنكرياس يعني زين. طيب component part of the myenteric plexus of enteric nervous system include the following، ما عدا يشمل كلها ما عدا شنو هي اللي ما يشملها الحقيقة؟ نشوف يعني مثلا sensory neurons اكو لو ماكو، motor اكو لو ماكو، تشمل local reflex with the gut اكيد 100% موجود، انتر نيورونز نفس الشيء. تبقى اذا السينابس كنترول سنتر ان ذا ميدولا اوبلينجاتا ما لها ربط بالموضوع هذا، اذا هذا هو الجواب الصحيح. ذا فانكشن اوف سلايفا شو انكلود كل ما التالي فيما عدا، شنو الجواب مالته؟ الجواب مالته هو الدايجستشن اوف بروتين، اكيد ما يهضم البروتين، ينظف الفم، يقتل البكتيريا تمام، يساعدنا بالكلام، يسوي لنا مويستشر للتانك، ودايجستين ليبيد ايضا يعني همنا الحقيقه. حتى هذه يعني في بعض الاحيان يعني اشوفها الجواب هنا هذه يعني شويه الجواب يعني مشكوك بهذا حرف اي جواب اي تلاحظون احيانا يعني في بعض المصادر تقول، فبس احنا نعتمد الجواب الرسمي اللي هو الجواب رقم شنو رقم سي دايجستين او بروتين. طيب الفارنجيال فيز اوف سوالوينج بالفارنكس شو يصير عندي؟ شو يصير ياهو جواب بارشيال فولنتري لو اوبننج اوف ابر اسوفاجال سفنكتر بيريستالتيك اكتيفيتي اوف ابر ثيرد اوف اسوفاجاس جاب علينا اوبننج with the opening of epiglottis يسموه. المهم الجواب الصحيح هو جواب B اللي هو includes opening the upper esophageal sphincter. زين يفتح لنا العضلة العاصرة مع العليا مع الاسوفيغاس على مود يسمح بمرور الطعام من الفارنكس إلى الاسوفيغاس. البايل production by liver cells increased by what؟ بيش تصير بالبايل؟ شو وقت يزيد البايل؟ شو وقت يزيد عندنا؟ من يزيد عندنا الكوليسايتوكاينين أو الحقيقة هو اللي زيدني إياه كوليسايتوكاينين عم يهضم لي الطعام من يصير من يعني خصوصا إذا كان الطعام يحتوي على نسبة من الدهون. تلاحظون شلون؟ ريتروبولجين إز شنو تعريفه هذا؟ ريتروبولجين هو سكويزينج أوف فود توارد ذا بودي أوف ذا ستومك، إذا هذا ريتروبولجين. طيب الجلوكوز is transported by شلون ينطلق؟ عن طريق من الجلوكوز؟ صوديوم احنا ذكرناه، حتى احنا ذكرنا هذا في بس بعد صح من نتكلم من لو نتكلمين على البنكرياس بشكل موسع كان حكينا عن هذا الموضوع عاطفة الكهرباء والحمد لله. صوديوم كو ترانسبورت ميكانيزم، ايه الجواب؟
صوديوم كو ترانسبورت، لا هو مو فاشيليتد ولا صوديوم هيدروجين. احنا حكينا عليه بالاندوكراين، بس الجواب هو الصحيح هذا. Which of the following is incorrect about hunger of contraction؟ يعني فشيء اللي هو مو صحيح فيما يخص التقلصات وما يخص الجوع. هو الجواب هو كل ما ذكر أعلى. جواب حرف E. All of are more correct. Are correct. طيب. اللامينا بروبرية. اللامينا بروبرية. Which forms the connective tissue core of the of each of villus contains. تحوي اللامينا بروبرية هاي التشريح NCGN تحتوي على blood vessels زائدا lymphocytes والcentral lacteal. هذه اللامينا بروبرية. What happens when food reaches the stomach؟ شو يصير بيصير بالstomach؟ يصير mixing with the food stomach and stomach muscles squeezing. يعني شلون يصير هذا الميكسينج؟ يهضمه البولس تتحول الى تشايم عن طريق الميكسينج. شنو اللي يسوي للميكسينج؟ هو التقلصات العضليه مالت المعده. Which of the following is not a protective movement that takes place during the bolus transit؟ شنو هي ما هي العباره او التاليه من العبارات التاليه اللي ما لها اللي ما نوت ا بروتكتيف موفمنت، مو يعني حركه الحمايه للبولس. شنو هي الحقيقه؟ الفرنكس موفينج فورورد اند هاير تو ديكريز ريسك اوف ماتيريال انترينج ذا اير واي. زين، هي هاي الوحيده مو بروتكتيف، وان الباقي هي كلها تعتبر بروتكتيف موفمنت. طيب، which statements our protein digestion absorption is most correct؟ عندنا خمس عبارات. العباره رقم A، the products of protein digestion may be absorbed as free amino acids or as a di or tripeptide. وهذا هو الصحيح، الجواب الصحيح. Defective partial cells would result in malabsorption of which vitamin؟ الجواب هو فيتامين بي 12. قلنا كلهم ذني جماعة الفيتامين بي كومبلكس أو مجموعاتها، فإحنا عندنا فيتامين بي 12 هو من عندهم، هو الجواب الصحيح. Which of the following is absorbed primarily by facilitated diffusion؟ يعني مبين شيء بسيط، الجلاكتوز لانه ابسط مركب من ابسط من السكروز ومن المالتوز، هذا يصير له facilitated diffusion. The progressive wave of muscle contraction that proceed along the esophagus compressing the lumen and forcing food ahead of its of it is called، شو يطلقون على الحركه؟ اسمها peristaltic movement، هي اللي تدفع الطعام باتجاه واحد. Saliva contains the carbohydrate digesting enzyme. شنو هذا؟ يا هو بالسلايفا دي ذكرنا احنا عليه، اللي هو يعتبر البتاينين او الامايليز، يسموه الامايليز او بتاينين يسموه. زين، بس هنا اوكي واضح الامور وياكم؟ لو زين ماشي الامور تمام دكتور. اوكي ان شاء الله خير يا ربي. طيب، بالنسبه للسؤال الاخر اللي هو which is the primary absorptive organ of the digestive system، يعني اكثر عضو يسوي يصير النبي، شنو هو الامتصاص؟ اكيد بالسمول انتستين. هذا الجواب اي. زين، which tissue layer provide primary digestive motility؟ اللي يعطيني motility ياهم من هين، يعني معناه لازم نفكر نشوف شنو اللي هي موجود بها العضلات، فيا هي من اسمها ماسكولاريس ميوكوزا مبينه. العفو دكتور، بس سؤال. جواب. البرايمري ابزوربتيف اورجن ليش قلنا ستومك؟ سمول انتستين مو ستومك، منو قال ستومك؟ ها العفو، تمام عفوا ستومك. بس بعد عندي سؤال قبلها، ليش الجالكتوز هو اللي يصير له فاسيليتد ديفيوجن؟
يعني ما يحتاج لان ما يحتاج اي طاقه لان النقل، لان هو سمبل مركب ماله كلش بسيط ويعبر ببساطه من البورز مالت الخلايا. يعني حتى السايز مالته شو اسمه الموليكولار ويت والسايز مالت البارتيكل تسمح له بدون ما يصير عندي اي طاقه. وعموم السكريات ترى هي عمومها تصير لها نقل، احيانا اكو بعض الخلايا تحتاج تسوي، لذلك احنا من ننطع العموم، العموم الوحيد هو الجالاكتوز، بس البقيه احيانا اكو بعض الانواع من الخلايا تحتاج الى يعني الى طاقه لان تنقلها، بينما هذا يطلع لنا بهذا الشكل. الاخباري تقول اي واضح طبعا. والايونات شلون تنقل؟ يعني هي مو اكل ايونات تعتمد اكو كل وحده حسب مالتها شو اسمه يعني اكو صوديوم كو ترانسبورت، اكو بوتاسيوم كو ترانسبورت، اكو فشي يسوي لك كو ترانسبورتنج كو ترانسبورتيشن. هاي بالترانسميشن مال الايونز المفروض يعني اكو انواع احنا المفروض انتم عندكم اربع او خمسه انواع بهن. شكرا دلالي بابا. خلينا نمشي على البقيه لحق. Provide قلنا primary tissue motility in muscularis. وصلنا إلى proteins are primarily digested to and absorbed as. شون البروتينات شنية شون تمتص فيها بأي شكل؟ هسا قبل شوية مرينا عليها وقلناها قبل شوية شكل أمينو أسيدز. يعني ما تمتص، هي تجي كبيرة تنقسم إلى يعني أول مرة تجي large chain تصير small chain بعدين smaller chain وبعدين smaller chain تصير amino acid، تروح بالamino acid pool تروح بالsmall intestine يصير absorption. Some absorption occur in the large intestine but this is mostly limited إلى شنو باللarge intestine. أنا هم قلنا عليه الأغلبة قلنا تدخل خمس لترات أربعة ونص من عدها تمتص. شنو هي؟ الwater and electrolytes. إذن باللarge intestine خمس لترات توصلنا من هذا، أربعة ونص من عدها يصيرها ريأبزوربشن اللي هي ووتر والإلكترولايت، والنص الباقي يروح إلى أيضا يصير له ريأبزوربشن، ولكن وين؟ بالقسم الأخير، بالقسم الأخير يسوي لنا مويستر أيضا للفضلات عم تطلع بسهولة وما تسوي لي مشاكل. زين ها قلنا سم أبزوربشن. The major chemical digestive activity that takes place in the stomach is شنو هو؟ هسه حكيتها قبل شويه بريك داون مال شنو مال البروتين بالستومك بواسطه البيبسين وكذلك الهيدروكلوريك اسيد. لا واضح. طيب تشيف سيل شنو هي اوف جاستريك ميوكوزا؟ ايش تفرز انها تشيف سيلز؟ التشيف سيلز تفرز دي شنو البيبسينوجين واللي هو كريستالز بعدين يتحول ويصير بيبسين وش اسمه يكمل يساعدنا في تكسير البروتين. طيب the hormone that inhibits gastric secretion and motility شيء ياهم من عدين يسوون inhibition للش اسمه للموتيليتي هو السكريشن سكريتين سكريتين. الجواب رقم سي سكريتين سكريتين. وآخر سؤال فيما يخص هذا digestion intrinsic factor شنو هو الانترنسيك فاكتور؟ طبعا هذا الحقيقة هو فد مركب الجواب أي ينفرز من عدها مسؤول عن يسوي لي يحافظ لي على الفيتامين بي 12 من التكسر. احنا هنا هم مختصر لكم اياها الجواب يسوي لك يسمى responsible for vitamin بي 12 absorption. شون بها طريقة هو الحقيقة ينفرز من يسوي يحيط بي يسوي لي فت كبسول يحيط لي فيتامين بي، ثم من يوصل الى المكان الخاص بالابزوربشن تتحطم هاي الكبسول ولذلك يساعد على امتصاص. يعني هو ده يساعد بطريقه غير مباشره على امتصاص الفيتامين بي 12. وصلنا الان الى اسئله ال شو اسمه الاندوكراين، بس اسمحوا لي خلي اطلع هذيك ال
رسالة. طيب السؤال الأول, the supra optic, هنا انتبهوا شباب, the supra optic nucleus of the hypothalamus believed to control secretion of which of the four. هنا حس اللي قدام الهايبوثالاموس, احنا مو قلنا هو تنفرز من عنده هرمونات اثنين وينزل يروح بالبوستيريور, ان انتي دايرتك والاوكسيتوسين, بس ياهو من هن هو اللي ينفرز. شوفوا سستو مثلا باعوا شلون تجاوبون, خل اشرح لكم شلون تفكرون باسئلتي. هسه انتم عندكم خمسة جروث هرمون اصلا هو بالبوستيريور, لا الاف اس اتش بالبوستيريور, لا الانتي ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون, لا اذا بقت لي اثنين, ياهم من ذن الاثنين هو اللي بالسوبرا اوبتيك. انا عندي اثنين نيوكلياس بالهايبو, مجموعه من النيوكلياسات, بس النيوكلياس اللي تفرز لي الانتي دايرتيك هرمون تختلف عن الاوكسيتوسين اللي هي شنو هي الانتي دايرتيك تفرزها السوبرا اوبتيك. اذا الجواب هو جواب اي, ليش؟ لانه السوبرا اوبتيك تفرز لي الانتي دايرتيك, والبارافنتريكولار يسموها نيوكلياس تفرز لي الاوكسيتوسين ثم يروح لها. هاي وين موجود؟ موجود تقريبا بصفحة 448 46 47 48 48 49, تقريبا بهالصف هذا الموضوع بهذه الصفحات ممكن انه احنا نلقي. ممتاز, خوش, يعني واضح ويانا لي نازل. The secretion of growth hormone, the secretion of growth hormone, زين, the secretion of growth hormone is increased by, شنو اللي زايد ليا؟ hyperglycemia, exercise, somatostatin, hypothermia, free fatty acid. احنا اللي يسوي ليا الحقيقة الاكسرسايز, ليش؟ يعني هنا هو مجموعة من عدهن, زين, يتشمل الهايبوغلايسيميا, لكن هذا انسولين يسموه administration, moderate to severe exercise, هذا اني كليتهن, لكن الاكثر هو الصحيح اللي يسوي لي هذا شو اسمه الاكسرسايز, هي اللي تسوي لي سكريشن, ازدياد في الافراز في الجروث هرمون. وهذا موجود ايضا صفحه يعني تقريبا ما واضحه يمي هنا, سادورها مره ثانيه انطيكم اياها الصفحات اكتب عليها اكثر من 950 تقريبا 950 51 هالشكل. زين, اذا الجواب ما نياه جواب رقم بي. نيجي الان السؤال الاخر, the iodides, العفو, iodides are stored in the thyroid follicle mainly in the form of, شنو مبين الايودايد وبيا شكل ينخزن عندي بالفوليكلز, ينخزن بشكل هاي الباتري لو, بس ثواني أشعل الكهرباء. ينخزن بشكل ثايروغلوبيولين, ينخزن بشكل ثايروغلوبيولين. الجواب الثايروغلوبيولين موجود في صفحة 858 إلى 865, موجود هذا الجواب بقايتن. زين, ثايروغلوبيولين اكو شرح عليه همينه طبعا, يقول لك specialized active transport, هاي من هي الخلايا الثايرويد جلاند, خلايا مالتها very efficient traps iodide, هاي من الكتاب, from circulatory blood and can accumulate iodide against the large concentration gradient, زين, ضد الجراديانت مالت, يعني بداخل الخلايا هي يصيرها oxidized ولينك تو الثايروسين ريزيدوز بشكل ان ذا ثايروغلوبولين, وبذلك الايودينات ثايروز ريزيدو جراديولي بيكام كابلد تو فورم ثايروكسين, ذا ميجر الرئيس هو هذا الهرمون الرئيسي. طيب وين وصلنا؟ ايودايد السنسل هذا, اكتيفيشن اوف هرمون سنسيتيف لايبيز, activation of hormone sensitive lipase in adipocyte, in adipocyte, هذا يعني شنو وين يحدث؟ يصير by
mediated by a cyclic AMP dependent protein kinase. هذا احدى الرسوم الموجوده, احدى الرسوم الموجوده التوضيحيه مكتوب كان مشروح بها, طبعا موجود الشرح بالكتاب بس بالرسوم التوضيحيه اسرع ممكن تشوفوها زين, اللي هي موجود بصفحة 786 و87. هاي طبعا أنا يعني شباب هاي النسخة اللي عندي مال سنة 1996 ربما يعني أكو اختلاف بجوز صفحة صفحتين بيناتهم بس المهم موجودة في هذا المكان. طيب إذن الجواب شنو؟ الجواب مالنا هو B. Correct statement about growth hormone include which of the following. وياهو من هذن العبارات هي تخص الجروث هرمون هي الصحيحة زين الصحيحة هي الحقيقة هي B stimulates production of somatomedians by the liver. خلينا نقول synthesized in the hypothalamus. هاي أولا غلط, ديك السر ذكرناها بالسؤال الأول تقريبا. Release stem by somatostatin, لا مو هو الرئيسي مال. Cause a decrease in lipolysis, ما له علاقة باللايبولايسيس, ما يقلل إياها. It is deficient in acromegaly. هذا الجواب مو دقيق من نقول بالأكروميغالي. Deficient in acromegaly. لأنه ليس فقط في الأكروميغالي وإنما في جميع الحالات هو يسوي واي مشاكل في النمو. لذلك هو المسؤول الصح أكبر أكثر إلى عبارة صحيحة. هي stimulate production of somatomedians by the liver وهي هاي المفتاح مال growth hormone اللي تساعدنا في نمو وبناء الجسم. The basic effect of growth hormone on the body metabolism include شيشمل the basic effect of growth hormone body metabolism يشمل الرقم D increase weight gain. العفو وين راح تدخلت increase the use of fats for energy. يعني انت هسه عندك نجيب لكم مثال, انت عندك بناء بس العمال مالتك واقعين من الجوع, شو يشتغلون كل شيء ما يقدرون يشتغلوا لك بس من تعطيهم ريوق زين وغدا زين شوفهم يبنوا لك الحائط بساعتين زمان. فنفس العمليه بالنسبه للجروث هرمون هو ما راح يعني هو مو البيزك افكت ماله هو مو يسوي ديكريز بالريت اوف بروتين سينثيسيس, بالعكس هو راح يزيد مو يقلل. rate of use of carbohydrate هم مو صحيح هذا, وانما شي يسوي الفات هو اللي يستخدمه وليس الكربوهيدرات. لذلك تشوف الجسم يكون بالجروث هرمون يعني يكون اكثر, يكون ماسي اكثر مما هو فاتي, يعني عضلات اكثر مما هو دهون. ليش؟ لان يحرق الدهون وينمي لنا العضلات بالجسم فتكبر الماسكولر ماس مالت الجسم. طيب هايبر ثايرويديزم كاركترايز بيش يتصف هذا الهايبر ثايرويديزم؟ كلش احنا قلنا عليه الهايبر ثايرويديزم. شو يصير احنا عليه؟ شو يصير بي؟ مو قلنا يضعف الانسان؟ طيب شو يصير من يضعف؟ معناه عنده ده يصير تحطم بالانسجه مالته زين, مو زياده بالوزن بالعكس يصير قله. فلذلك يزيد البيزر ميتابوليك ريت على فيبدي يحطم لي يحطم مخازن الدهون ومخازن كذا في الجسم فشوز يصعب يصير اسلم. وبالعكس ما يسوي ديكريز سويتنج ولا براديكارديا, يصير بالعكس يصير ثيناتين مقلوبي بالهايبو وليس بالهايبر. بالهايبو هو خامل ما عنده شيء فتشوفه براديكارديا يعني دقات القلب ما تضعيفة قليلة. Secretion of growth hormone stimulated by شنو هو اللي يسوي stimulation لهذه؟ تتذكرون حتى شوفتكم بوقت الرسم البياني مايكل هناك مش وقت أحسن وقت للهرمون هو عندما يكون بالديب سليب. قلنا لكم ورا ساعتين من النوم العميق بحدود الساعة 12 بالرسم البياني يصير عندك ديب سليب يرتفع وترتفع أعلى معدلات السكريشن مال الهرمون بهذا الوقت على مود من يصحى الإنسان الجسم الصبح عنده كميات كبيرة تساعده في الميتابوليزم مال الجسم. نرجع يعني احنا خلينا نشوف هذا بيا صفحة والله أنا يعني كاتبها بورقة على جهة
صفحة هذا. يعني تقريبا ما مذكورة هنا، مو هاي، مو هذا السؤال، مو كاتب. يلا خليه لي بلا زحمة. Which one of the following statement about growth and development، هسه مو بس growth، growth وياها development، is correct؟ Which of the following يعني concerning اللي هي شنو develop growth and development؟ الجواب هو عمود، لأن عندنا خمس عبارات ما كلها نعيد. الجواب هو الـ A، thyroid essential for normal growth during puberty. تتذكرون احنا من قلنا اذا الطفل يولد ما عنده thyroid هرمون شي يصير؟ كريتين، الطفل صغيروني وما عنده، وقلنا اذا ما يتعالجوا بالستة اشهر ما يرجع النورمال growth pattern مالته. فاذا هو الجروث والديفلوبمنت مرتبط بمن؟ بالثايرويد. زين، وما له علاقه السيرم اي جي اي ديكريز ثرو تشايلد هود، ها ما له علاقه. جروث اسينشال فور برينيتال لاينر جروث هو نعم، لكن هذا هو الاصح خصوصا بالسته اشهر، يعني جروث وديفلوبمنت، هذا بس جروث. زين، لا عفوا دكتور، شنو اي جي اف 1؟ يسموه انسولين جروث فاكتور 1، سيرم انسولين جروث فاكتور 1 ليفل. فاذا يعني ما له علاقه هسه احنا هذا السيرم جايبين، بس عباره اعتراضيه على مود تكون كعبارات من الخيارات. جروث فاكتور يسموه 1. فاذا الجواب مالنا هو اي. Which one of the following hormones initiate biological effect by activation cell membrane receptor؟ ياهو من هذني المسؤول ال biological effect cell membrane، ياهو من هن cell membrane؟ هو الابينفرين. البقية تتذكرون قلنا لكم أكو جدول، أكو جدول بي مكتوب كل واحد تأثير ال شو اسمه، العفو، تاثير ال وين الريسبتر ياهو اللي يتفعل منهم، مكتوب بالجدول امام كل هرمون. قلنا لكم مجرد على مود تميزون بيناتهم وتصير عندكم سهوله تعرفون كل جروب شو يسوي. فاذا الجواب مالنا هو الابنفرين، والحقيقه الابنفرين هاي اظن طبعا صفحه 850 و51 دقيقة، خل أتأكد هو هذا مو بالله بس الورقة. لا 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 مو هذا، مو 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 بهاي الصفحة، هذا مال هياتهم زين، لقيت الورقة مال الثايرويد هرمون بالسؤال اللي قبله مال الديفلوبمنت اند جروث اند ديفلوبمنت، صفحة 850، صفحة 850 851. هنا دي هذا، وايضا موجود صفحه 840 الى 843 موجود الجواب مال هذا السؤال اللي هو الابنفرين، اللي يحب يراجع الكتاب. يعني قلت لكم صفحه وقويت صفحه اكثر حسب الطبعات مالت الكتب. Which one of the following hormones interacts with a cytoplasmic، هسه cytoplasmic ذاك كان cell membrane، then localize in the nucleus and direct protein and nucleotide synthesis. معناه هذا شو نسمي، لازم قبل نفكر بمن اللي تسوي لي اللي له علاقه بمن بالجين، وين مع جين ثرا او الجين انتراكشن يا هو موجود بالسكند ماسنجر وهالسوالف. يعني هذا وين لازم هيك تفكيرنا خليه يكون منحصر على هذا الموضوع، متجه على هذا الموضوع يعني بالنيوكليوس. اذا من هو هذا؟ هذا راح يكون عندي اللي هو الكورتيزول، الكورتيزول، الكورتيزول. زين، الكورتيزول، وهسه نشوف بكن اذا كاتبه اني بالصفحه مالته. لا ما عندي هذا، ما موجود بها صفحه من الكتاب، ما مطلع يعني، ما طلعت الاجابه مالته النموذجيه. زين، which one of the following hormones secreted by the posterior pituitary؟ عسى أمير رادنها روح القاضي posterior، قلنا ذي تسا ذكرت لكم يا secreted by the posterior مو الانتيرير، عندي الأوكسيتوسين وانتي دارتك هرمون. فإذا
اذا ياهو هو عندي الاوكسيتوسين تمام. تمام اوكسيتوسين. طيب almost all of the active thyroid hormone entering the circulation is in the form of اللي تدخل circulation ياهو من هن يكون ياهو من هن يا اكثر شكل من اشكال الثايرويد يلا من يعني اتذكر تي 3 كان الثايروكسين تي 3 اللي تي 3 واللي هو التراي ايودوث الثايروكسين اللي هو تي 3 لا 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 بنتي التي 3 هذا اي الجواب الصح هو بي تي 4 تذكرون قلنا مات تشقيه 93 هذا 7 هذا من نحتاج الجسم يحوله فإذا أنا اللي عندي واحد من دني الاثنين إما الجواب أي إما بي تي 3 هذا تي 3 أي تي 4 هذا فالجواب هو الأكثر ياهو يكون موجود أكتب ماله مو قلنا لكم ياهو أكتب اثنين أكتب لكن ياهو نسبته أكثر هذا هو اللي يتحول إلى تي 3 من يكون عندي الجسم محتاجه العفو هذا مور اكتف بس هذا الاكثر هذا هم اكتف لكن يتحول الى الشكل عندما يحتاج الجسم لتعرف يعني ذكرت الحكي مالتي لو لا فاذا الجواب هو بي ليش 95% خليه هيك ان بعد مو بس 93 البرسنتج ريمين از اولموست انتايرلي تراي ايودوثايرونين المتبقيه هذه which although more potent than thyroxine صحيح اقوى من عنده has a more transient presence يتحول يسموه الثايروغلوبولين ما له علاقه هذا يخزن لي بقى ستورج فورم بالثايرويد لذلك هو مو هو الجواب الصحيح وكذلك التي اس اتش مو هو ليتل ريليز هذا يصير له بالهذا وكذلك اللونج اكتنج هذا ال اي تي اس شنو هو لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتر يسموه لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتر من اسمه هم يعني قليل يكون موجود بالبلد لذلك اكثر شيء موجود هو عندي الثايروكسين از ذا مين ثايرويد هرمون انترينج ذا سيركيليشن اند كونستنت ابروكسيمتلي مثل ما قلت 95% طيب physiological actively thyroxine exists in which of the following forms we are men binding unbound يكون unbound احسنتي عافيه صباعي زينب مو انت تجاوبين اي يعني هاي مو انا من الصمام مو اسماء مو يمي بس من صوتك ما يستج نعم الجواب هو unbound اللي هو هذا الجواب my physiological active ما هذا forms اللي هو يكون unbound only the free unbound form هاي ده موجود بصفحة 858 أو إلا 860 هذا بالجايتن شو يقول the free unbound form of thyroxine is physiologically active طيب circulating thyroxine can be bound to albumin خلاص thyroxine binding pre-albumin همه هو thyroxine binding TBG هذا همه هو فإذا الجواب الصحيح مالنا هو مثل ما قالت زميلتكم هو unbound. The hormone involved in the ejection of milk يحتاج هم نجاوب ما أعتقد يعني نشرح قصدي واضح جدا ما المسؤول عن ال ejection of milk من هو؟ من هو يتذكره؟ برولاكتين؟ ها؟ برولاكتين؟ برولاكتين خلي ادوريك ثلاث ايه الجواب هذا اطلع الورقه اللي كاتب بها مقطشره وين هذا لا وين ejection of milk from the lactate انتبهوا ما انا ما قراتها كنت اسف lactating mammary gland من هو باللاكتيتنج ميموري جلاند تتذكرون قلنا شو يصير عندي من يبدي ايجكشن التحفيز للنبلز من هو الاوكسيتوسين وليس البرولاكتين البرولاكتين ما له علاقه من يجي للميموري جلاند
يسوي لي ايجكشن مال ميلك، يسوي لي ذاك البرولاكتين فورمينج فورميشن مال الميلك، بس الايجكشن يطلع لي اياه الحليب منه الاوكسيتوسين. ليش يسوي لي كونتراكشن مثل اليوترس؟ مو يسوي لي يزيد لي انهانسمنت مال يوتراين كونتراكشن، هذا يسوي لي بشكل مشابه له، فيسوي لي ايجكشن اوف ميلك بعد ما تتحفز بواسطه الجنين او الطفل الفيتس للنبلز. الحل مات من تتحفز يبدي هذا يشتغل الاوكسيتوسين. فهذا هو الجواب وموجود الحقيقه مات بصفحه 955 55 زين بنيوروجي اسمه نيوروجينيك وهرمون الريفلكس زين من اللي يفرز بي من البوستيريور. دكتور يعني هسه البرودكشن البرولاكتين والايجكشن الاوكسيتوسين زين ايش ده يقول لي ان هنا ايضا وحتى حاكي لكم هنا adequate amounts growth hormone are required to provide the nutrients that are essential for milk production ويا من هذا ويا البرولاكتين. فاذا growth hormone ويا البرولاكتين هم له علاقه بش اسمه الش اسمه ملك سكريشن از ريجوليتد باي برولاكتين. اخذي العباره من الكتاب نصا دا اشرح لكم ليش هو دا يختار الجواب الاي الصحيح. يقول لك هنا although استروجين بروجستور اسينشال فور فيزيكال ديفلوبمنت اوف ا بريست تيشو ديورينج بريجننسي بوث هرمونز انهبيت ملك سكريشن وياهم منه وياهن ملك سكريشن ريجوليتد باي برولاكتين اند بيتيوتري هرمون سكريتد ثرو او بريجننسي اند افتر بارتنشن. فاذا لاحظوا الفرق بالجواب، جواب كلش دقيق ومهم، لازم احنا نكون دقيقين باختيارنا للاجوبه. فالجواب الصحيح هو الاوكسيتوسين وليس البرولاكتين. طيب انجكشن اوف ثايرويد هرمون انتو هيومن سبجكت، يعني اذا انطينا ابره بها ثايروكسين زين ثايرويد هرمون العفو اي ثايرويد هرمون انطيناها الشخص شو يصير بهالحاله عندنا زين يلا من يقدر شو يصير؟ قلت لكم يستخدموه مراكز التجميل وكذا شو يسوي؟ انكريز مصل بروتين سينثيسيس العفو مو التجميل قلنا اي جماعه اي صحيح شو يسوي؟ شو يسوي؟ ثايرويد هرمون افكت اول اسبكت اوف ميتابوليزم تمام؟ لان هو احنا بالبدايه قلنا الثايرويد مسؤول عن الميتابوليزم. Increase calorogenesis is in every tissue. يزيد عملية حرق الطاقة. Hormone stimulate protein synthesis يسوي which may directly responsible for the apportion of its calorogenic effect. Affects both synthesis and degradation of lipid. هذا دي احكيكم كله على من الثايرويد هرمون. زين؟ by increasing the mechanism by which cholesterol is eliminated from the body, thyroid hormone decreases plasma cholesterol level because of its stimulatory effect of metabolic thyroid hormone increases the demand of coenzyme and vitamins. فإذا هو مما أنه سؤال عن المسؤول الهرمون stimulate protein synthesis when may be directly responsible for a portion of إذن الجواب الصحيح هو جوابي. هذا من الأسئلة الصعبة أولادي، خل أقول لكم حكيت لكم أني طبيعة الأسئلة اللي قالوا تخلون إياها، قالوا تخلون أسئلة كل السهلة ومتوسطة وكل الصعبة. هذا من الأسئلة الصعبة اللي خليناها، بس أنا خليت لكم إياها بالامتحان على مود تعرفون مستويات الأسئلة والقارئ يبين بنفس الوقت، وبنفس الوقت تتعرفون على الصعوبه، وانتم هسه من تتعرفون عليه حتى اذا يدور يختاروا من اسئلتي يجيبوه بالامتحان هم عندكم الجواب الصحيح. طيب the following substances are not required for the normal biosynthesis of thyroxine. المنغنيز ما بالضبط المنغنيز ما له علاقه. انتم هم ارجع مره للمره العاشره يمكن اكرر لكم ولدي من تردون تجاوبون اذا سؤال ما تعرفه
اسوي عمليه يعني اكسكلوجن اطرد الماء. زين هو ده يقول لك نوت ريكوايرد من نور مال ثايروكسين. اجي ابغى ثايروكسين شو يحتاج؟ اقول بالسؤال يحتاج يود؟ اي نعم. يحتاج ثايروكسين؟ نعم. يحتاج ستيميليتنج هرمون على مود يحفز؟ نعم. مش بقالي بقالي من المنغنيز. فعلا هو جواب صح لان هاي مال مال كليتين غلط، هاي ما لها علاقه بالموضوع، مجرد تكمله اجوبه بس. هذا اذا وحده من ذني الاربعه، من هي؟ هذا يحتاج، هذا يحتاج، وهذا يحتاج. اذا هذا ما يحتاجه فاقول اختار هاي. اذا انا ما اعرف الجواب الصحيح واريد اجاوب السؤال افكر بهذه الطريقه، يعني طريقه التفكير خلي تكون ايضا. طيب a person with hypothyroidism would exhibit شنو؟ اقول a person with hypothyroidism شنو ممكن انه يصير عنده؟ هايبو ركزوا مو هايبر. سليبنس؟ ها؟ سليبنس ينام لان تعبان وهايبو؟ سليبنس طيب سليبنس ما يقدر ينام. زين؟ هايبوثايرويديزم هو اسبابها يعني هو ليش ما يقدر ينام؟ لان يعني التاكيكارديا ياثر بس هو الاصل هو ما يقدر ينام. ميتابوليك ريت هو عنده هايبو يصير عنده زياده بالميتابوليك ريت؟ لا. يصير عنده تاكيكارديا؟ العفو مو هذا برادكارديا هو عنده مو بقى. هيت انتولرنس؟ لا ما عندها، كلها تصير من يصير عندي زياده عكس ذاك السؤال قبل شويه مره. ديكريز بادي ماس انتكس، اذني اربعه هن الاجوبه ما لهن علاقه بمن بالهايبوثايرويدز. ايضا طريق مره اخرى اشرح كيفيه حذف الاسئله اللي ليس لها علاقه وبالتالي يتبقى لدي الجواب الصحيح. هايبوثايرويديزم شي يصير بي؟ تاكيكارديا ولا براديكارديا؟ لا براديكارديا، اذا غلط. اي يزيد ميتابوليك لو يقل؟ يقل لانه هو ما عنده هرمون، الهرمون هو يزيد لي. طيب الهيت؟ لا لان ما عنده ميتابوليك بيزل ميتابوليك ريت ماله منخفض فما تنتج حراره. زين زين يزيد لو الوزن ماله لو يقل؟ ما يقل بالعكس يزيد لانه ما عنده هرمون يحطم الانسجه فيبقى يصير عندك جين ويت. اخر البق المتبقي من الاربعه هو سليبنس، فاذا هو الجواب الصحيح هو هاي الطريقه احنا جبنا لكم اياها بعده وسائل. طيب نرجع مره اخرى ثايرويد هرمون، ثايرويد هرمون هرمون ثم كاتبها كلها عمود هم انتبهوا لانه عندي 1 2 3. شنو الجواب الصحيح مالته هذا؟ سواء عندي خيارات متعدده، يعني خيارات متعدده ايهما الاصح في هذا الجواب؟ يلا شو نقول؟ اشورت اكتنج هرمون، هل هو هذا صحيح الجواب؟ هو صح شورت اكتنج؟ لا مو صحيح. احنا قلنا تتذكرون قلنا ياخذ ايام ساعات واحيانا ايام، فاذا هذا مو الجواب. زين have no effect on basal metabolic activity صحيح؟ هل هو ما له علاقه؟ لا دكتور لا. are stored in extracellular sites، هل هذا الجواب هو صحيح؟ are stored in extracellular. زين هم خطا دكتور ابدا، هو الجواب الصحيح الثايروغلوبولين يختنخزن. احنا انتبهوا تتذكروا هسه قلت لكم ما قلنا هرمون، هرمونز مجموعه، فاذا هنالك من يخزن بالفوليكولار ثايروغلوبولين ومنها من يخرج يخزن. تتذكرون من حكيت لكم قلت لكم اللي يطلع وين يروح؟ للخلايا. من يصير عندي احتياج فوري من يجيب الخلايا؟ بالاكسترا سيلولار سايتس معناها. اذا نرجع مره له خم يخالف، خلينا نقول احنا ما نعرف الجواب. نجي نباع اكزيست ان ذا بلازما از فري هرمونز، هم غلط الجواب. فاذا صار اي بي ودي غلط. نجي على هذا increase the metabolic activity of the brain، يعني هم مبين جواب غلط وحده تمام او مو تمام؟ تمام دكتور مو بس بالبرين. فاذا ايش متبقى لي انا بالبدايه؟ هذا الصح السي قلنا لانه هو بالاكسترا سيلولر يسموها سايتس. زين وكذلك مو اربعه البقيه غلط، فاذا هذا الجواب الصحيح في حاله انه انا احذف الخطا. ورغم ذلك ارجعوا الى صفحه جايتن 858 الى 864 بالشرح مال الثايروغلوبولين راح تلقوه بشكل تفصيلي، يعني وحتى ايش قد منطيك بالنسب. زين ان فوليكلز لاين باي ذا ثايرويد ابيثيليوم يسموها از ستورد اكسترا سيلولري ان ذا فوليكلز لايند
by the thyroid epithelium of only about 0.02%, يعني 2% من الثايروكسين و 2% من التراي ايودوثيرانين are normally present in the plasma in the free form. يعني لاحظ قد الكميات قليلة. فإذا هاي مال الفري فورم رابعا ليش غلط؟ لأنه كميات جدا جدا ضئيلة موجودة بالفري فورم، وإنما مو كل مو بشكل مو مقارنة مع ما موجود بالجواب الصحيح اللي هو السي. طيب A patient is diagnosed with acromegaly. أجانا مريض وشخصوا بي acromegaly. طيب Patients this disease is typically هذا شنو عند هذا المريض مالنا نموذج بشكل نموذجي زين شنو الاعراض الشغلات اللي ممكن تكون عنده موجوده يلا منو يقدر يقرب لنا جواب دكتور نعم شلون A patient with acromegaly typically have شنو شو يصير عنده B and hypocalcemia لا الجواب دكتور D وصلتوا هذا دوره بالكامل ما كان لا وصلتوا فكروا زين نرجع خلي هسه باعوا انا ما راح اعطيكم الجواب هسه راح نسوي هاي عمليه الحذف اللي هو عنده اكروميغالي يعني شنو اكروميغالي يعني زياده بالقرون اسمعي اول مره عمره كبير معناها لانه الاكروميغالي ما تصير بالاعمار الصغيره الاعمار الصغيره شي يصير يصير شورت ستيتشر تمام ويصير قزم بس من يكبر قلنا وتثبت العظام شو يصير عنده اكروميغالي عظام الراس والاصابع تكبر اذا شو يصير عنده ديكريز جلوكونيوجينيسيس بلا ما يصير كل شيء ديكريز والى علاقه جلوكونيوجينيسيس معناه مدى يتكون جلوكوز اذا مو صحيح طيب هل يصير عنده هايبوغلايسيميا يصير عنده ها لو يصير عنده انسولين ريزيستنس واحده من عندنا هو الجواب الصحيح ايه سي دكتور انسولين رجع لا ديكريز دي بروتين ولا ديكريز دايبوليسيس علاقه اذا بقالي سؤال جوابين الصحيح هايبوغلايسيميا لو انسولين ريزيستنس يعني يصير عنده شيء يصير تذكرون من قلنا اللي عندهم اغلب اللي يصير عندهم جروث هرمون يصير عندهم بعدين دايبيتاس ميليتاس او سكري معناه انسولين دكتور يعني مو صعبه وانما الاسئله الفكريه راح يحتاج لها تفكير وربط كل شيء يعني استنباطيه قويه من الاسئله انا اعتبرها الاستنباطيه القويه فانتم باعوا لي قدام اي ديكريز احذفين تبقى عندك اثنين يصير عنده هايبوغلايسيميا لو انسولين ريزيستنس يصير عنده انسولين وانا يعني بالمحاضره هم ذكرتها بالمناسبه يعني ليش جبت قلت صعب اللي قلت اللي حاضر بالمحاضره راح يتذكر الحكي مالتي اكيد يتذكر قلنا انسولين ريزيستنس فيجاوب الجواب الصحيح طيب which one of the following blocks the coupling between المونو ايودا والداي ايودا ما يلا من يتذكر هذا قلنا علم تتذكرون من قلنا الادويه او المركبات اللي تعمل على خفض الثايروكسين يعطوها للمرضى قلنا ينطون مركبات اكو الثايوراسيل واكو مركبات الثايوسيانايت قلنا هذا يسوي انكوربوريت وكذا انكوربوريت وكذا فاذا منو على مود من دوخكم سريع يسموا بروبي ثايوراسيل مواد الثايور انكوربوريت قلنا الكابلينج بتوين MID and DID DIT MIT DIT عمود ما يتكون يبقى الاثنين ان هذا موجود وهذا موجود مونو ايودو ثايرونين وداي ايودو والاثنين انه مو ثايرويد بس من يتحد المونو مع الداي يصير تراي ايودو او يتحد الداي مع الداي ينطيني تترا ايودو او تي 4 بس من اللي يوقفهن
قلنا في حالات العلاج بدون الجراحة البولي البروبيل ثايروسيت، إذا الجواب هو جواب سي. 48 Which one of the following secreted from the anterior is not made up to subunit of glycoprotein؟ هذا بالجدول اللي ذكرناه من كل واحد قلنا من شنو متكون، هو أساسا أنتوا عندكم تباعوه هنا anterior يعني لي قدام عندكم الانتيرير بيتيوتري اساسا انتيرير بيتيوتري ما بيها اوكسيتوسين فاذا نحذفه يبقى اف اف اس اتش وال اتش وتي اس اتش هذني من ايش متكونات متذكروهن همين حكينا يعني مرينا عليهن بصراحه مرور السريع بس اللي هو الجواب الصحيح معنا هو البرولاكتين زين which one of the following simple polypeptide hormone is not a simple polypeptide يعني مو simple وانما هو مكون من اكثر من polypeptide من هم الجواب مالنا هو انا شوي لان تعبت بصراحه فلذلك يعني شوي بديت اسرع هذا ال LH هو الجواب الصحيح لسؤالنا الجواب الصحيح للسؤال هو ال LH خل اشوف انا كاتبه بالصفحه بالكتاب مطلعه من الكتاب لا مطلعه ولا حد وهذا اللي وراه همينه which one of the following is not a characteristic of pituitary insufficiency يعني منصير عندي بالبيتيوتري جلاند insufficiency شيء نربطها بوحده من هاي الاجوبه جلوكوز ليفل ريمينز كوايت لو لو ستريس sensitivity increase cold is من نقول stress معناها pituitary معناها adrenocortico فهو نربط cold is poorly tolerated gonadal هذا أصلا ما له علاقة من لأن هذا علاقة بمن يعني هذا السؤال وهذا السؤال أو الفرعين ما لهن علاقة بالموضوع لأن هذا لهن علاقة بمن هذا له علاقة بالثايرويد وهذا ما له علاقة بالبقية gonadal atrophy with stoppage of sexual cycle هل هي ميزة من البيتيوتري وحدها insufficiency بس على الجونادل sexual cycle فإذا هذني ثلاثة ما لها علاقة الجواب يعني انحصر ما بين A and B شو تقولون أنتو B and B لا ال A blood glucose levels remains quiet هذا الطريقة باعوا عليه طريقة غير مباشرة لازم نفكر بيها أمينة استنباطية شلون بما الجلوكوز منو اللي يدمر لي يعني خلينا نقول يستهلك أكثر شو وقت نحتاج نستهلك جلوكوز أكثر من يصير عندي ميتابوليزم طيب إذا إحنا دا نتكلم على البيتيوتري معناها دا نتكلم على من على الهرمون على جروث هرمون فإذا هو جروث هرمون هنا insufficiency إذا دا يصير عندي الجلوكوز remains quite low بدأ يتحطم واضح يبقى له يعني ما راح يصير عنده يتحرك الجروث يسوي لي بناء ويجي يحول جلوكونيوجينيسيس فاذا يبقى له بهذا الاتجاه واضح هذا الجواب اولادي